السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوبن ستريت ماب ده بديل جوجل مابس بس اوبن سورس، تقدر تعدل فيه براحتك، تقدر تضيف كل المعلومات اللي انت محتاجها. وفي برضو حاجة اسمها اوبن ستريت كام مرتبط بالاوبن ستريت ماب، انت بتثبت التطبيق ده عندك على الموبايل طول ما انت ماشي وتصور الشوارع، بحيث ان البرامج اللي هي بتعتمد على اوبن ستريت ماب وهي كتيرة زي الانفرا ووركس زي اليومن وهكذا، بيبدأ يجمع الصور ديت ونبدأ نعملها 3D بشكل قوي جدا، بحيث ان اي حد عايز يعمل موديل لمبنى يبقى شايف كل المباني اللي حواليه. تمام، طيب نرجع هنا. مثلا انت بتعمل الحساب، بتلاقي هنا ساين اب، فبتعمل حساب. بعد كده في اي لحظة انت عايز تاخد خريطة مثلا معينة، خلينا مثلا نتكلم على المنطقة ديت، لو انت مثلا هتعمل الكومباوند دوت، فبسهولة جدا تقدر تيجي وتقول له انا عايز اعمل اكسبورت، فتقدر تعمل اكسبورت للموديل دوت. الداتا دي تقدر تستفاد منها بشكل قوي. الموديل بتاعها او سي ام، وده بيشتغل على الارك جي اي اس وعلى كيو جي اي اس، الاتنين دول من اهم البرامج اللي بتعمل خرائط جي بي اس قوي جدا. طيب خلينا نيجي هنا مثلا المنطقة هنا، ميدان السكاكيني، قصر السكاكيني. هنا ممكن تقول له مثلا انا عايز اعمل edit with id، ده بيبقى على البراوزر، وهنا edit with بوتلاش برضه على البراوز. وهنا لا، هتحتاج ان انت تبقى عندك ال جي او اس ام. طيب خلينا نقول له احنا عايزين نعمل edit، فيقول لك انت تقدر بقى تضيف نقطة. بص، كل نقطة من دول بتعمل كليك عليها بيبدأ يجيب لك المعلومات عليها، ويجيب لك الاسم بتاعها بالعربي وبالانجليزي وبالفرنساوي وبعض اللغات الاخرى، تقدر تضيف لغات كتيرة. كل نقطة من دول بيبدأ يقول لك دي الاسم المنطقة ايه وهكذا. تمام، فاحنا عايزين نصور الشوارع الجميلة بتاعتنا بحيث ان كل الناس تستفاد منها بالاوبن ستريت كام، وطبعا بالجي اي اس بيبقى احسن. عندك ممكن تضيف لاين، يعني البوينت، لو انت عايز تضيف منطقة معينة ممكن تضيف شارع مثلا زي دوت، ممكن تضيف اريا مثلا، مثلا تبدأ تشوف مثلا منطقة زي دي وتبدأ تضيف ان هنا في اريا مثلا بالشكل دوت. ودوس انا مثلا مرتين عشان تخرج من الامر، فبيبدأ بقى يقولك اكتب بقى المعلومات اللي انت عايز تضيفها ونوعه ايه، كافيه هنا ولا في ايه، فتقدر تضيف كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. ولما تخلص بتقول له كنترول اس او بتعمل سيف للشغل بتاعك وهكذا، بحيث ان احنا يبقى عندنا خريطة، اي حد عايز يزور مصر يبقى عنده المعلومات دي كلها. تمام، انا لغيت عشان ما بوظ حاجة في الخريطة. من المشروعات القوية جدا، واتمنى الناس كلها تبدأ تتعاون معانا عشان نعمل الخريطة بتاعنا بشكل قوي. يعني بلدنا جميلة بس عايزين نضيفها للخريطة. لاحظ ان انا مثلا اوبن الستريت كام، طبعا اي حاجه بتعملها بتترفع على كل المنصات المرتبطين كلهم ببعض، هتلاقي ان اوروبا في جزء كبير جدا اتغطى خلاص، ايجيبت قليله، ليبيا فيها شغل كويس، دي كلها ليبيا وهكذا، لسه تونس والجزائر ما دخلش في الموضوع فعايزين ننشر الفكره. موراكو فيها برضو اماكن كويسه، انا موجود حاليا في قطر فشغال بالموضوع دوت. ان شاء الله لما الكوفيد 19 ينتهي نبدأ ننشر الفكرة أكتر بأسلوب عملي، إن أنا طول ما أنا ماشي في الشوارع ببدأ أشغل الكاميرا وأبدأ أصور الأماكن بتاعتنا، بحيث السياح كلهم لو عايز يبص على أي صورة يبدأ يشوف الشوارع اهيت، يبدأ يجيب لك صورة للشارع في نفس اللحظة، أو يعني اللي مسجل آخر صورة مسجلة عنده. تمام، فدي إن شاء الله نحاول ننشر الفكرة والناس تهتم بيها. احنا كده كده بنضيع تقريبا ساعتين او ثلاثة في المواصلات، فنستغل الفرصة ونصور الشوارع ده.